أيها الإخوة، لو نشر خبر في الجريدة لا يزيد عن بضع كلمات أن هناك اتجاه إلى تخفيض رسوم السيارات، ماذا يحصل في السوق؟ كل سيارة يهبط سعرها 100,000. أربع كلمات بخبر في جريدة. الآن بس للتوضيح، إله الكون، خالق الكون، من بيده كل شيء، يقول على لسان سيدنا هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنت علاقتك مع الدابة أم مع الذي أخذ بناصيتها؟ هذه القصة كلها. إذا أيقنت بهذه الآية أن كل القوى في الأرض بيد الله عز وجل، فإن كنت مع الله حجزهم عني، وإن تفلت من منهجه أطلقهم إلي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكلمة على مع لفظ الجلالة تعني أن الله ألزم نفسه بالاستقامة. وهل نجازي إلا الكفور؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هذه الآية تكفي. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، اليوم الموضوع مهم في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها أمتنا. الله تعالى في سورة هود يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا التعبير، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كيف نوضحه بمثل؟ أنا مضطر أن أبدأ بمثل آخر. نعم. تمهيدا له. نعم. الحقيقة ما من شيء إلا ناصيته بيد الله عز وجل. الآن إذا أسلمك الله إلى غيره، أي إذا جعل مصيرك بيد آخر من بني البشر لا يستحق أن تعبده، لأنه معك الحجة: يا رب أسلمتني إليه، هو لا يحبني، أراد أن ينتقم مني، أن يفقرني، أن يذلني. إذا أسلمك إلى غيره لا يستحق أي أن تعبده. ماذا قال إذن؟ إليه وإليه يرجع. يرجع الأمر. الأمر للتعريف أي للجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة تابع لله بيده جل جلاله. فلو أسلمك إلى غيره، معك الحجة صارت: أسلمتني إليه يا رب. لذلك الله عز وجل من لوازم ألوهيته وربوبيته أنه لا يسلم عباده لغيره. أما على الشبكية قد تتوهم أن هذا بيد فلان، أما إليه يرجع الأمر كله فاعبده. الأمر للجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة بيد الله عز وجل. وفوق ذلك التعميم المذهل جاء التوكيد كله. إذن متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، قال لك: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الآن فكيدوني، هي فيها تحدي، افعلوا ما بدا لكم، تحدي كبير. والتحدي من ضعيف: فكيدوني جميعا، مو كيدني أيها البلد المعين، أيها البلاد جميعا، أيها الفرقاء، أيها الدول، فكيدوني جميعا ولا تتريسوا.
ثم لا تنظرون، لا تشفقوا عليه، لا تترددوا، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، آخذ بناصيتكم، حياتكم بيده، صحتكم بيده، المرض بيده، السعادة بيده، الشقاء بيده، القوة بيده، الضعف بيده، آخذ بناصيتكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة، ما من دابة، يعني أي شيء يدب على وجه الأرض. والله رأيت قبل يومين يعني خط أسود عرضه كالشعرة، طوله أقل من ربع ميلي، يمشي على الأرض الحمى في ست قوائم، فإذا وصل إلى جدار وقف. هذا المخلوق اللي لا أقل من ربع ميلي وعرضه خيط فقط وقوائم يمشي، قارنه بالحوت 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم، عظم، و90 برميل زيت، يقف بفمه 10 رجال واقفون. شوف هي النملة الصغيرة، الصغيرة والحوت الكبير، ما من دابة، الصغيرة دابة والكبير دابة، إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حيثما وردت كلمة الله مع على، يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية بالعدل بين خلقه، نعم، برحمة خلقه، هنا ألزم نفسه بالصراط المستقيم. أي كلمة جاءت بعد لفظ الجلالة هي إلزام ذاتي، إن ربي على صراط المستقيم. في نقطة دقيقة، ملمح دقيق، بين في بين على، يعني تقول هالعمل في رحمة، وقد يكون ما في رحمة، وقد يكون في رحمة بالمئة تسعين، أما على تفيد الاستعلاء، يعني رحمة مطلقة، استقامة مطلقة. هلأ أكبر قاضي لك حكم 40 سنة، أصدر 8000 حكم، قد يكون في حكمين نقصته معلومة، فجاء حكمه أبعد مما ينبغي، يسمى عند أهل الأرض قاض عادل. أما الله ما عنده، عنده إطلاق، عمله مطلق جل جلاله. يعني ممكن قاضي يحكم 6000 حكم وفي 2 في معلومات ما وصلته، فكان حكمه غير أقل مما ينبغي، يسمى عند أهل الأرض قاضي عادل. موضوع نسبي، نسبي. أما الله مطلق، لا يمكن لأي فعل من أفعال الله يكون فيه خطأ ولا واحد بالمليون، أبدا. هذه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني كأن الذي يخاف من الطغاة، أين هم الطغاة؟ يعني لو أسلمك إلى غيره من طاغية لا يستحقوا أن تعبده. إذن هم مربوطون أبدا بيد الله، هم مربوطون بيد الله. لكن مثلا في شيء 20-30 وحش مخيف، مربوطون بأزمة بيد جهة رحيمة عادلة حكيمة. أنت أيها الإنسان علاقتك مع من؟ مع هذه الوحوش الجائعة المفترسة، بل مع من يمسكها؟ أم مع من يمسكها؟ إذا أنت توهمت أنك أن علاقتك مع الوحوش هذا هو الشرك، نعم. أما إذا أيقنت أن علاقتك مع من يملكها، إذا علاقتك مع الله، أخلص لله دينك وانتهى الأمر، وربنا على صراط مستقيم أبدا. استقيم ولن تحصوا، نعم. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ من يجرؤ أن ينال منك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ آية مشابهة سيدي في الموضوع نفسه، وأملي لهم إن كيدي متين. ما هذا التعبير؟ أولا نحن في عنا قوى الشد، قوى الشد يعبر عنها بالمتانة، نعم، وقوى الضغط يعبر عنها بالقساوة، نعم. فأقسى عنصر في الأرض الألماس،
سنتيمتر مربع من مكعب من الماس بيتحمل 550 كيلو. الله. سنتيمتر مكعب من الماس بيتحمل فوقه 550 كيلو. قاسي إذا. وميناء الأسنان بيجي بعد الألماس. الله. من ماء مهين، من ماء مهين ميناء الأسنان يأتي بعد الألماس بقساوته. فتحمل قوى الضغط قساوة. قساوة. وتحمل قوى الشد متانة. المتانة. أمتن قوى، أمتن شيء للشد الفولاذ المضفور، تصنع منه المصاعد. مصاعد. والتلفريك. التلفريك. فولاذ مضفور. نعم. هذا أمتن شيء بالأرض، فولاذ مضفور. وأملي لهم. هلأ أملي لهم إن كيدي متين. يعني الله عز وجل مالكك بحبل لا يمكن أن تنقطع مهما كنت قويا ومهما كنت غنيا، مهما كنت متجبرا، مهما كنت مالكا. يعني أنت عندك نقاط ضعف. يؤتى الحذر من مأمنه، أساسا مكان قوته نقطة ضعف عنده، أنه يؤله نفسه، لكنه يملي لهم جل يملي جلال. له إذا لم يملي له ما امتحنه، يملي يتركه إلى حين حتى يأخذ أبعاده الكاملة. نعم. بيساوي قوي. أنا إذا كنت استلمت هالمنصب بعدل طلع كذاب. نعم. أعطى من حوله فقط. نعم. نعم. وحرم الآخرين. فالله بيمتحن الإنسان ليقول ما يشاء. الله متكفل بامتحانه، يضعه في ظرف يعبر عن ذاته تماما.